مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. نقلنا لكم من جانب المتظاهرين قبل قليل. الآن تم السماح للإعلاميين بالدخول إلى موقع الاشتباك الذي حصل بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة في مدينة لوس أنجلوس، حيث تطور الأمر. وكما تشاهدون، أولا هذه السيارة تابعة لشرطة لوس أنجلوس تم حرقها من قبل المتظاهرين. قبل شوية شوفت لكم صورة للسيارة المحترقة وكتبت الآن من لوس أنجلوس. هذه هي السيارة المحترقة. الآن السيارة الثانية التي تعرضت للحرق والتدمير أيضا. هذه السيارة تابعة لمديرية شرطة لوس أنجلوس. التوتر كبير جدا بسبب مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا مثل ما تشاهدون الآن. لا تخاف، ما حد يعتقلني، لأن الإعلاميين عندهم باج، الباج يسمح لك بالتصوير حسب القانون الأمريكي. الإعلام يسمح لي يوثق ايش يصير. نشاهد إطلاقات المطاطية والفوم والسموك جرينيدز وغيرها بكل مكان، وهذا دليل على التوتر اللي صار والاشتباك بين الطرفين. حسب ما حسبت تقريبا 4, 5, 6, 7, 8 يعني قرب 10 سيارات من عجلات الشرطة تم تدميرها بالكامل. لكن حتى الآن لم يتم استخدام أي إطلاق ناري مباشر عدا الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والقنابل الدخانية مثل ما تشوفون. ننقل لكم مباشر الشعارات التي كتبت على سيارات وعجلات الشرطة الآن. مدمرة بالكامل. هذا التطور حدث قبل تقريبا ساعة من الآن. بدأت الاشتباكات بالتصعيد. تكلمت مع بعض الناشطين المتظاهرين، أكدوا وجود عناصر ملثمة حاولت استفزاز الوضع وتطويره، مما أوصلنا إلى هذه النقطة. العديد من الناشطين يطالبون المتظاهرين بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك من أجل إيصال رسالتهم والمطالبة بالعدالة. شكرا جزيلا.